السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. ظهور صدام حسين في أمريكا منذ قليل وصدمة كبيرة لترامب، فهل ما زال حيا؟ ولكن فضلا وليس أمرا، ادعمونا بإعجاب لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. تحدثت الابنة الكبرى لصدام حسين الرئيس الأسبق للعراق اليوم عن الأنباء التي تواردت حول إطلاقها مفاجأة مدوية بشأن اتصال والدها بها وصفقة إعدام الشبيه به، وأعلنت رغد صدام حسين وهي البنت الكبرى للرئيس العراقي الأسبق في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: اطلعت صورة للخبر وعليها علامة إكس كبيرة باللون الأحمر، وكتبت عليها عبارة واحدة هي خبر غير صحيح إطلاقا. وكانت وسائل إعلام قد تناقلت تسجيلا مصورا أرفق بخبر مفاجأة بأن رغد صدام حسين تفجر مفاجأة مدوية قائلة فيها: أبي حي ويتصل بي يوميا وسيعود لحكم العراق، وصفقة سرية لإعدام الشبيه. وحسب هذه الأنباء أن رغد ادعت أن أبيها ما يزال حيا ولم يمت، وأن ناشطون عرب تناقلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا تسجيلا مصورا تظهر فيه رغد وتقول إن والدها صدام حسين حي ويتصل بها يوميا وسيعود لحكم العراق. ولكن الغريب اليوم، قضت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية بإعدام مهاجر أردني يشبه الرئيس العراقي السابق صدام حسين إلى درجة كبيرة، وذلك بعد إدانته بتنفيذ جريمتين مروعتين. وأصدرت المحكمة في تكساس حكمها بعد إدانة المتهم أردني الجنسية بقتل الزوج ابنته وصديقتها التي شجعتها على الاقتران بالرجل الذي تحبه. وبحسب المدعين فإن علي محمود عوض عرسان غضب عندما تركت ابنته المنزل واعتنقت المسيحية للزواج من مسيحي، ما جعله يدبر قتل سهره وصديقة ابنته التي شجعتها على الزواج. وأضاف المصدر أن إصدار الحكم تطلب عدة جلسات قبل الحسم فيه ليحسم أخيرا قبل أيام فقط. واستمرت محاكمة شبيه الرئيس الراحل صدام حسين كما وصفته التقارير الإعلامية لأكثر من 6 أسابيع، لكن المحلفين تداولوا لمدة 35 دقيقة فقط الشهر الماضي قبل إدانته بقتل كوتي بيفرز وناشطة إيرانية في حقوق المرأة تدعى جيلار زادة. أما إعلان حكم الإعدام فتطلب حوالي 9 ساعات من المفاوضات بين هيئة المحلفين قبل نطقه في إحدى المحاكم بمدينة يوستن. ويقول المدعين إن عرسان هو مسلم يبلغ من العمر 60 عاما، غضب بعد زواج ابنته من مسيحي، مضيفين أن الأمر جعله ينفذ هذه الجريمة المروعة. وكما ادعت الأنباء في التسجيل المصور أن محامي صدام حسين هو الآخر ذكر أن من تم إعدامه ليس الرئيس السابق إنما شبيهه، وتم ذلك ضمن صفقة أمريكية مع CIA. يذكر أنه في 18 يوليو تم توجيه الاتهام رسميا من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين بضلوعه في عملية إبادة جماعية لأهالي بلدة الدجيل في عام 1982. ورحبت الولايات المتحدة بقرار محكمة التمييز العراقية تصديق الحكم بإعدام صدام حسين. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض سكوت ستانزل إن يوم التصديق على قرار الإعدام يمثل علامة مهمة على طريق جهود الشعب العراقي لاستبدال حكم القانون بحكم طاغية. وفي 5 نوفمبر لعام 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على صدام حسين. كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على برزان إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وعواد حمد السعدون رئيس محكمة الثورة الملغاة. وكانت الحرب على العراق قد بدأت في 19 مارس 2003، وبعد أيام وتحديدا في صباح 9 إبريل وصلت القوات الأمريكية إلى العاصمة العراقية بغداد ودخلتها وأسقطت النظام لتجر البلاد إلى أزمات قائمة إلى هذه اللحظة.